تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وأكد مدبولي على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة. وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة ولتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.